إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم هذا البرنامج. صدق رسول الله. الله زاد محمدا تعظيما. تمتاز الإذاعة المصرية دائما أبدا بأنها يعني صانعة للأجيال، يعني كل جيل بيتعلم من الجيل اللي سبقه وبيستمر هذا التعليم وهذا التدريب في يعني كافة مناحي العمل الإذاعي. الحقيقة إنه لو تحدثنا عن شبكات الإذاعة المصرية، كل شبكة لها دور مهم، منها طبعا وعلى رأسها القرآن الكريم اللي بتتطور وتزداد نموا كل يوم، وعدد المستمعين بيصل إلى 40 أو 50 مليون في هذه المرحلة، وده مؤشر ودليل على إنه الإذاعة مستمرة، على إن دورها مستمر، على إنه أعداد المستمعين بتتزايد يوميا. الله زاد محمدا تعظيما. ولم يكرم الله شهرا كشهر رمضان المبارك، وقد عظم هذا الشهر الكريم فراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض بالخير وبالإحسان. الشروط الواجب توفرها في مذيع إذاعة القرآن الكريم أن يكون ملما باللغة العربية، يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، هذه واحدة. الثانية أن يكون لديه باك جراوند أو خلفية ثقافية إسلامية واسعة، يستطيع من خلالها أن يعمل في إذاعة القرآن الكريم. ثالثا أن يكون له الحس الإذاعي فيما يتعلق بالأمور الإسلامية، بالفكر الإسلامي، بكل ما يتعلق بالإسلام كدين وكشريعة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام. من فضل الله علينا إن من الله علينا بإذاعة القرآن الكريم، إذاعة ربنا في الأرض. عدد طبعا إذاعة القرآن الكريم، إذاعة قرآن من أسيرها 24 ساعة، الأسير بتاعها على مدار 24 ساعة، من تلوات نادرة وبرامج إذاعية وأحاديث نبوية. وبالنسبة للتسجيلات، استوديو التسجيلات بالدور الثاني بإذاعة القرآن الكريم، الاستوديو هنا بنسجل فيه البرامج اللي هي زي برنامج كتوف من حدائق الإيمان، برنامج تسابيح من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج دلالات في الآيات ماشي مع الإعلامي خالد الزنفالي. عمل المذيع في إذاعة القرآن الكريم هو عمل يتسم بالجدية والانضباط، وبالطبع لابد أن يتحلى المذيع بعدد من الصفات والسمات النفسية والروحية أيضا في شخصيته، في سلوكه. عليه أن يكون يعني متسلحا بالثقافة العامة، وعليه أن يكون متسلحا بالوعي، وعليه أن يكون حاضر الذهن في العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمل في الهواء. فالهواء طبعا له ضوابطه الخاصة وله أحكامه. الهواء يحتاج إلى يقظة تامة من المذيع وقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ولدي أن يكون لديه سرعة الاستجابة للطوارئ والأمور الطارئة. نبينا الهادي محمد على سائر الخلق اصطفى.